بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، لابد أننا نسردو واحد الشهادة لله، شهادة للتاريخ، شهادة للواقع كما كنقولو السياسي في البلد. كنشوفو الأستاذ زيان حكم من جديد بخمس سنوات سجنة نافذة. علاش؟ قال لك سيدي بطر الفلوس ديال الحزب، وهذه سابقة يعني ما تعودناش عليها. كنعرفوا ان الاحزاب كتعطى للملايير وطحنت الملايير، وشفنا وشاركنا ان كيفاش ديك الاموال كاد كاد كتمشي وكتبدا وكتمشي للجيوب الخاصه، ومع ذلك حتى شي واحد ما اجبد ان الملف ينزل للقضاء كما فعل في الملف ديال الاستاذ زيان. هاد الناس هادو اللي قيدوا الدعوه بزيان هما كانوا معاه، كانوا معاه في الحزب، كانوا معاه في صيروره تاريخيه ديال الحزب، والفض زيان عليهم لا يقاس وما عندوش الثمن. وكان من الأخلاق، من الأخلاق أن في السياسة كتكون واحد الثقة، كتبنى واحد الثقة بين الأعضاء ديالها. وهاد الناس اللي قيدوا الدعوة بزيان هادو كانوا من المقربين ديال الأستاذ، يعني من الحواريين ديالو. شوف، وعلاش كنقولوا الفلوس كينطحنوا في الدكاكين الاخرى وما كاين لا حاسب ولا رقيب؟ لان ديك القيادات، ديك الاحزاب كتجمع بيناتهم واحد النا ديال الثقه اخلاقيه مع بعضهم، كيخرطوا كينهبوا كياكلوا كيصمصلوا كيقمروا، ولكن مع ذلك بعض الاخلاق كتجمع ان تكتسب من الزمن. هادو اللي مع الأستاذ زيان هادو ناس خصيصين، هادو ناس الفصيلة ديالهم تختلف على الفصيلة الإنسانية. هاد الناس هادو ما عندكش، هاد الناس دابا اللي زاروا زيان وكانوا زيان وكذا زيان، هاد الناس هادو ما عندهمش الفصيلة ديالهم، ما فيهاش الفصيلة الإنسانية نهائيا. هاد الناس هادو من من من, من تجي تعطيهم شي واش ما عندكش كيف تعطيهم، والشهاده كما قلنا حنا غنقولوها. الناس هادو رجعوا واحد الخمسه او سته سنوات للوراء، هادو اتصلوا بينا حنايا، وانا شخصيا كرئيس الجمعيه الوطنيه واحد الفساد، وجلسوا معايا في تطوان، جلسوا معايا في تطوان في اوتيل الياقوته، كانت عندنا واحد الندوه تما، وكان من هاد الخصيص هادو كانوا كيأطوا هاد الندوات، وجلسوا معايا واقترحوا عليا ان نشارك معاهم في هاد المؤامرات ضد الاستاذ زيان، وقالوا انه غإما هما باش يقترحوا على زيان باش يقطعوا عليه 50 مليون باش يبيع لهم الحزب. شو العقلية كبنية ديالهم؟ باش يعطيو الأستاذ زيان 50 مليون باش يبيع لهم الحزب. وهنا زيان رفض، رفض وزيان يبيع الحزب، ورفض زيان أن يعني زيان يعني من الأخلاق أنه مؤسس الحزب باش يبيعو، وأسس الحزب باش يخدم الوطن ديالو، يخدم السياسة بلادو قدر المستطاع ديالو. وكان كيعطينا الحزب زيان من جيبو كيعطي، ومن الرصيد ديالو كيعطي، وزيان كان راجل عنده
عندهم فلوس خدام تنين وخدم الدولة ما عمرو ما سيدو في متاع الدولة. إذا وأنا اقترحوا عليا أنا شخصيا نشارك معاه في المؤامرة، قال لك أسيدي وإذا ما بغاشي حنا غادي نعملوا عليه الانقلاب في المؤتمر ديال الحزب. وقلت لهم أنا ودي ماشي من الأخلاق، انتوما تسعالوا انتوما مع هاد مع هاد مع هاد الأستاذ، انتوما سعالوا انتوما معاه، وانتوما أنا ماشي أنا ماشي أنا ماشي في الحزب، أنا ماشي في الحزب وما كنقبلش هاد السلوكات هادي، كيفاش غادي تأمروا عليه وغادي يعني هو ماشي معكم بواحد الطريقة يعني كيتيق فيكم ماشي فيكم، لا ما حاولوش طريقة أخرى قانونية. جلسوا مع الأستاذ زيان وقعدوا معاه يعني أنه وقنعوه أنه رجل كبير ورجل كذا ما قدش بما يسمى يقود ولا يسير ولا باش يزيد بالحزب ويبني الحزب وكذا، فأنتم شباب وإذا حبيتوا نجلسوا معكم حتى حنا ونناقشوا الأستاذ زيان في الطرح هذا. وقالوا هما هما ماشي يشوفوا ماشي يخموا ماشي كذا وهكذا. فائدة بي جلست واحد المدة وكنتفاجئوا أن كاين المؤتمر ديال الحزب. واستدعونا حتى حنا. والأستاذ زيان استدعانا لأن كان بدات علاقة بيننا وبين الأستاذ زيان وكما كنقولوا تأزر التضامن السياسي بين الجمعية الوطنية المحلفة زاد وأعضاء من الأستاذ زيان. وهاد الأعضاء هادو اللي كنهضر عليهم أنا كانوا معنا في الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد واستمارة ديالهم هي عندنا هي عندنا في الأرشيف ديالنا ورسائل ديالهم وكذا ديالهم عندنا في الأرشيف ديالنا. وهنا حضرنا المؤتمر وحين حضرنا المؤتمر قبل ما بدات يعني المقدمة المؤتمر كان كلمات وكان كذا وكان كذا وصلنا تغدينا في المطعم ذا القاعة اللي كان فيها المؤتمر. وهنا عاودوا لنا نفس الفكرة للي أنا لأن يعني احنا حضرنا كجمعية وطلعوا أعضاء عديد من جمعية ديالنا حضروا وحضرنا بالجلس ديالنا وكذا ديالنا كجمعية وطنية غادي نحضروا بما يسمى كحضور شرفي. الحزب استدعانا كذا كذا وكان في المؤتمر حضرت من كيان كيان حضار وكان وزير في ديك الساعة وزير أول يعني. وفي المطعم عاودوا لي الاقتراح قال لك حنا دابا توم معنا غادي تقام معنا لأن غادي نعملوا غادي نعملوا لي صراح من لا غادي نعملوا الانقلاب على الاستاذ زيان وغادي نطيعوا وغادي نطلعوا واحد منا كذا كذا كذا. هاد الجوج الاصيص هاد الجوج الخسيسين ديجا انا قلت لهم لا حنا ما نتركوش معكم هاد الطحنه، حنا اذا استدعيتونا باش نحضروا المؤتمر ونشوفوا كذا اهلا وسهلا، شفتوا ان انتم ما تدخلونا في شبكه كذا حنا غنصعبوها ونشوف عنا، احنا ما نبغيوش هاد السلوكات هادي ما نقبلوهاش حنا. ماشي من الاخلاق ديالنا ماشي انتوما مع الراجل لا عيب اصلا انتوما مع الراجل وكي. وكنت انا قبل المؤتمر كنت جلست مع زياد بالرباط في البيرو ديالو وجبت مع الحديث قلت له زعما كيف كنشوف انا الاخوان خصهم يجوا يعني بواحد الطريقه طريقه محترمه وذكيه، اما الاخوان كيجوا خصهم يجدوا المكتب وكذا ونتينا شي جعه وفحال واقف المعاقبه وكذا. قال لي ابدا قال لا ما كاينش من هاد الشيء العط، قال لي هذوك الاخوان ديالي وانا ما كنعتز بهم توتو الاستاذ زيان على اخلاق عندهم، قال لي هذوك الاخوان ديالي هذو فحال ولادي هذو تربى مع ولادي. قال لي انا كنتم وانا هياتم وانا كذا حتى اصبحوا محاميين وصبحوا كذا وصبحوا كذا. ايه قال لي ما زعما لا قال لي حنا حنا الحزب حنا ماشيين فيه. واستنتج انا دابا غير دست النط شنو فراس الاستاذ زيان واش فاطم بهاد الناس هادو ولا عارفهم ولا
ولكن شفتو متمسك بهم وكيدافع عليهم واتصالات في التليفون ما حتاش كذا وكيجيو عنده واحد وكيسجلوا على الموقف ديالو كذا ماشي معاه واحد غريب النفاق كيف هو. وهنا احنا قلت لك في المؤتمر تفاجأنا في القاعة طلع واحد مننا من تطوان هاد القص ما القصص اللي كيقيد هو مزيان تعطل الإنزال مننا مرينكول من مدياق ومكستيخو وبعض العناصر من تطوان وخواته وطلعوا وما زينوا دخلوا القاعة كيحيحوا يسقط زيان كذا كذا وخصهم يطيحوا زيان ولا لا 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 إلى فرصة فرصة القاعة وتفاجأ زيان وتفاجأ كذا وتفاجأنا كمنين فإذا به خذوا الكلمات وخذوا كذا أنا خذ كلمة في القاعة أنا ما زي حزبي ولكن ككلمة صار في الجمعية الوطنية وحفظت خذت كلمة وشيت من القاعة بسبب القاعة قلت باختصار الإخوة الأخوات أراكم عندكم واحد الرجل هذا رصيد عندكم واحد الرجل يعني تقريبا رصيد سياسي داعم ديالكم الأستاذ زياد هذا الرجل هذا خصكم تحترموه خصكم تفادوا منه تفادوا منه لأن الرجل شد الحزب وماشي بالحزب وكيقود الحزب حاولوا ما أمكان كيف تقتلوا معاه وكيف لأن إذا 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 ترشح من جديد الأمانة العامة قيادة العلم امشيوا معه في الطرح وشادوا منه ودعموا وإحنا مستعدين أننا نتعاونوا في الباب هذا إلا حتى يخزن الحلف من بر الأمن هكذا خذ الكلمة ونبزيان وخذ الكلمة في القاعة ونزل على المتآمرين وفتحهم بواحد الطريقة ذكية وطريقة معقولة وتقنعات القاعة وهنا هذا واحد الخسيس من هذا الخسيس الجاد ترشحنا للأمانة ضد الأستاذ زيان وواحد آخر اللي كان مقترح هذاك انسحب لأن انتهازي هذاك تأمر تاع لينا حنا كجمعية وطنية محافظة والقصة ديالو غادي تجي إن شاء الله لأن الزمن توف وترشح الأستاذ زيان وترشح مع هذا الخسيس هذا وما زادش الأصوات اللي يحتاجوك اللي طلعوا معه زبي مسحيح وما صوتوش عليه والنتائج المؤتمر واضحة إذا المؤامرة على الأستاذ زيان ماشي دابا كانت توف عندها سنين وهي مسا شكون كيخبط وراءها حنا بدا بدينا كيدارنا وبدينا كنسمو وبدينا كذا علاش علاش الأستاذ زيان؟ الأستاذ زيان حنت نصب على الإخوان ديال الريف نصب عليهم كمحامي ما تنصبش عليهم أنه هو ماشي معهم وتعاطى معهم يمكن الفوضى اللي وقعت لا نصب عليهم كمحامي والمطالب كانت عادلة الإخوان ديال الريف كانت عادلة عادلة ما بكامل تعاطى معها ما نبداوش نغطيو الشمس بالغيب ما كتغطاش خاصنا نكونوا صراح بالله واقعيين مادام كنحترموا التوابيت ومادام ان زيان ما كانش ضد المالي كله ضد النظام لا الاستاذ زيان كان اصلاحي رجل مصلح احب من يصيبه ويخطا كان رجل مصلح بالحق ماشي ضد التوابيت لا ما عمرنا لو سمينا منه غمارة أنه كان ديد التوابيت ديال بلاد وكذا كذا ما نسيرو واسي وغادي نصحو له لأنه عود معنا في الجمعية الوطنية عود في المكتب التنفيذي للجمعية ما نقبلوش حنايا حنا المغرب كنعرفو كيف نواه وكيف خصو يمشي حنا إذا مشى جينا نخوطو ولا نتأمرو على الملك ديال بلاد كون مطمئن كنتأمرو على راسنا لأن حنا فينا نحال وملات الحالة ديالنا ما كيناش في العالم بأسره
ما كايناش حنا الحاله اذا تشبكت امتينا دي التوابيط وطاح العرش كذا كذا ام ما يلقاوش له قائمه لان هذا النظام هذا اللي عندنا الملكيه هذه فيها قوه هذا ماشي بدات البارح حزا كوبا تشوفو طياح يلسين طياح كوبا تشوفو كوبا تشوف كذا ما تيشوف على هذا ولا ذا ذا ماكرون طياح اش كيقولو ساركوزي وذا تيشوف اسالي هادي كامله وما عايشين كاملين فوضى كذا لا هادي توابيط فيها قهور ما يمكن تمشيو ضد حنا وانا ما عمرنا حنا كجمعية هادي شهادة لله التاريخ ما عمرنا سمعنا زيان كيطعم التوابيط ما عمرنا سمعنا زيان كيهضر انه خريب احتقار التوابيط ما عمرنا سمعنا حنا معنا ان مدافع التوابيط ولكن راس المصلح حنا بيدنا السياسه اللي كتنهز قال الحكومه كذا كذا هذه السياسه حنا بيدنا نبغضها حنايا هذه السياسه هذه ما قبلناهاش نهائيا ما كنقبلوش هذه السياسه اللي كتنهز الحكومه وما ساب البلاد ما سابها كذا ما قبلناهاش حنا كذا ولكن حنا ما زيد التوابيط وهكذا زيان كان حتى كنفاجئو كيقيدو الدعوة بزيان أنه تصرف في الفلوس ديال الحيل ومبابا وكذا يعني عار ثم عار عار وتحكم على على الأستاذ في سنه وفي شرفه وفي أخلاقه بخمسة سنوات سيزنان كذا 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 هذا ما هذا ما ما كيدخلش في العقل إذا كان لعبوا في الساحة لعبوا أوليمبيوس نقيين لعبوا نقيين طاحة كنلعبوا فيها وهذه الساحة ديالنا كاملين توحي مقرا يخرجنا منها هذه بلادنا حنا ماشي من الناس اللي كيهربوا على برا زيان ما غابش على برا زيان ما خلصش على برا زيان ماشي امتيازي ووصولي زيان عنده اخلاق وكان عارفه ازي امتيازيين ووصوليين كوش غاحي كيحسوا في عذاب فيو كيمشيون عند سيادهم اللي كيدفعوا بهم وكيكبوا فيهم وهاو حين كيجلسوا تما وكيعدلوا كذا كذا ومع مع الامتيازيين دينا وهاو كيرجعوا قال كفى الوطن رحيم سموح كذا هما ارتكبوا العزايم في, في, في البلاد احنا زيان ما عملش هيدا وحنا ماشي من احنا ماشي من الناس هذو اللي كيفرفروا ولا كيستنزوا بخارج ولا يستنزوا بكلام لا انا بتنبت بلادنا هذه كنلعبوا هاد الصحه حتى واحد ما يهمسنا حتى واحد ما يسكتنا الحباسات قل ما أصابنا إلا ما كتب الله لنا وهكذا كنبدو حنا زيان تصاب لنبلوكم أيكم أحسن عملا زيان بالنسبة لنا حنايا حنا كنفتخروا أن زيان عطيتو خمسة ولا عطيتو ستة ولا غادي يموت في السجن ولا كذا ولا كذا أنا كل شيء بيد الله ما بيدكم حتى شي حاجة أذكي يغركم الشيطان والأهواء شفتي هاسي اللي كيغركم خدام بكم ماشي بكم أما الحات والموت بيد الله والمكاتب بيد الله وكل شيء بيد الله ما تقدروش ما بيدكم والو غير الشيطان يزين لكم أعمالكم زيان كيقول اللي ماشي كيكتب له ماشي كيقول وغادي يمشي مجاهد نقول لكم من هنا اذا توفى وجاب الله العمار داخل الزنازين غادي يمشي مجاهد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زين ونفتخر ان واحد العضو معنا في الجمعيه الوطنيه لمحافظه فزان يسمى محمد زين هذا لان كنعرفوه وسيرناه وعشنا معاه وشفنا الاخلاق ديالو ماشي متآمر ماشي انتهازي ماشي متقلب رجل عنده افكار رجل ذكي عنده افكار حين كيشوف الحق ما كيبقاش عاد يزادل فيه وكيشوف الكلمه الصحيحه ما كيبقاش يزادل فيها زيان
هانو مزيان وهادو اللي لاباللي ماشي مزيان كيساجرو فيه كذا كذا، هادو خاطئين، خاطئين، انكم خاطئين، انتم خاطئين. كنتو الراجل تسعلو لا باه ديالو كتقلو على الطار ديالكم وكمسحوا له الذنوب ما تقدم وما تاخر. هادي هي النعمه اللي كنقول لك حنا مزيان كيتمتع بها دابا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. هكذا لو كان زيان بغى يسيركم وقبال منكم في الحكومة، وقبال منكم وزير، وقبال منكم الأبواب مفتوحة له باش يغرف يمينا وشمالا وينهب يكون حتى هو ملايري. ولكن زيان ما عملتي هيدا، تيخدم بلاده، خدام بلاد زيان، اياه، وحتى ديك الامتيازيين ديك راهم كيشهدوا بها، كيقول لك وكان كيرفع ضد الاموي، وشكون الاموي؟ كيرفع الاموي، الاموي راهم مشاو خلى الحواريين كيلمطوا يمينا وشمالا، ايا شنو؟ احنا عايشين معاهم وكنشوفوهم، وزيان ما، احنا كنعرفوه. باقي باش توصل القيمة زيان، إذا كان كيدافع ضد الأموي، كون الأموي شكون الفرقة ديالو كاملة، كون قدام زيان ما توصلولوش، ما توصلولوش، وعملوا اللي كتشوفوا غتعملوه في زيان، والو. وزيان كيكوز لي كيكتب له الله سبحانه وتعالى بالحق. انا كنقول لك تحت واحد المؤامره محبكه من الضمامسه، خصهم يطيحوا زيان من توما يروح، وما يدخلوه دخلوه من اللي هو رباه، شفتي من اللي هو من الصلب تقريبا ديالو. ماشي نقول والله سبحانه وتعالى قال نوح انه ليس من اهلك، هذوك ما كانوش سي، وكنا كنقولوا قلنا من بعد قلنا له انزيان، ماشي ان هذا الشيء عاد كنحكي له كنحكيه انا بوكي زيان ما عندوش، قلت له هادو خسيسين، هادو ماشي بيك، هادو كيتامروا عليك، وكان وما كان سي في الاول مسكين كيتيق، ما كتدخلوش في بالو ان النوع هادو البصر والماضي اللي عنده معاه وشنو عمل فيه يوصلونا للدرجه مع هادي. عايبوا عار، عايبوا عار، انتم عايبوا عار، ليدا انا باش نختصر هذا الشهاده للتاريخ. وغادي نقول جلالة الملك مباشرة، حنا كنتمناو منك ان هذاك الرجل تنظرلو بمنظار ديال خادم الدولة المصلحة، هذاك هو خادم الدولة المصلحة، خادم الدولة المخلق وخادم الدولة النزيه. احنا كنقولوها جلالة الملك، وكنتمناو وكنلتمسو منك اطلاق سراحو، يرجع من عند وليداتو، يرجع من الدار ديالو، ويرجع من الكرامة ديالو، حتى يجيب الله العمار مع اهلو واحبابو واصدقائو. والسلام عليكم ورحمة الله.